اذا تبغى تشتري اغراض من روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكستشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عندهم ارخص من اللعبه. فاذا تبغى تشتري لا تنسى كود في اس ال راح يخصم لك 3%. كل طرق الدفع متوفره وعلى جميع المنصات سواء ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، خليكم المقطع. السلام عليكم، اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج اخيرا. اول شيء اعتذر، صوت معدوم، ما اقدر اصارخ كثير، فوق كذا ما نزلت مقطع الخميس، اعتذر على ذي الاشياء كلها، لكن اللي تابعني على انستغرام وسناب يعرف هذا الشيء، وتويتر بعد، من بعد المعرض وانا تعبان، والى الحين تعبان، لكن قلت لازم اصور لكم، ان شاء الله ان المقطع يطلع حلو، اذا ما طلع حلو ما راح ينزل لكم، من الاخر يعني. فبسم الله خلونا نبدا. المقطع اللي راح كان عن حزمه الدون، لكن هالمقطع راح يكون عن حزمه نايك كلها، على ثلاث سيارات مثل ما تشوفون. هذه السياره الاولى اللي هي اوكتين، صراحه اللون ما عجبني ابدا، لكن هنا على الفينك اللون حلو لا بأس فيه يعني مقبول، فهمتوا؟ وهي أنا بعد مثل ما تشوفون لون كنا نابي كذا على الدمونس. فراح نلعب بثلاث سيارات هذه وراح نشوف هل نقدر نفوز بثلاث سيارات هذه. إذا فزنا ثلاث كلها يعني اشتركوا، إذا ما تبي اشتركي طيب العافية. خلونا نبدأ، بسم الله. اخترت الدمونس؟ لا والله اخترت أوكتين. حلو حلو، يعني نبدأ أوكتين، بعدها فينك، بعدها الدمونس. يا رب يا كريم. طبعا عدلت الشاشه وعدلت كل شيء من اخر مقطع شفتوه انتو. اخذ بوست عنهم. حلو يا اخوي حلو. عطى ثاني، عطى ثاني. ايوه لك يا اخوي، والله حرام يا اخي حرام. عطى اخر اخر وقت، بس اخر وقت والله. اللعب لكم عليه بعد يا عيال، تركيز ماشي سيء سيء سيء. حلو نايس شوت. ايه يا شيخ والله لعبي سيء يا عيال، اقسم بالله لعبي سيء واعتذر على هذا الشيء. تركيز تركيز سيء مره مره سيء. يا ساتر كيف ضيعت هنا. حلوة يا خوي، سلايتك ما سويتها تكفى. ما في بوست. الحمد لله. مش مش تكفى. اي يا شيخ نايس شوت. الحمد لله الحمد لله يا رب. ناوي اصدم الخصم اقسم بالله، شوف كيف الاحقه. بس خوينا لعبه صح، والله لعبه صح. انا هذا، انا هذا ولا مين؟ مين هذا؟ البوني. اوكي وش في اليد؟ اليد والله العظيم قاعد توقف من نفسها يا عيال، والله اليد قاعد توقف من نفسها ما تمشي قسم بالله. ما ادري ايش صار لها، لازم لازم ابدل يد بعد هذا الجيم. والله تو فجأة وقفت. لا لا تكفى لا لا. وتسيف كلوز كلوز يا خوي. حلوه حلو الاستقبال. وات والله حاولت اضبط اخوينا بس ماشي. استقعاد استقعاد الوضع، استقعاد الوضع. لا الحمد لله جي. في هدف لطيف، في عيد، في عيد. اي والله في عيد صراحة، في عيد يعني، بس الحمد لله الهدف جميل صراحة. باكج العيون الهدف يا شباب. بورت كريمسون حلو، لايت مشوب يا شباب، في كود اسمه يسل، الله يسعدكم يعني. الحين نروح على السيارة اللي بعدها الفينك، أنا أحب الفينك صراحة، فإن شاء الله نبدع فيها بإذن الله. يعني في بداية الجيم هذا أقسم بالله لعبنا سيء، كان سيء سيء مرة. في هذا بسبة قلة التركيز، بين قوسين ترى قاعد ألعب وأنا مصدع من التعب الأمانة يعني. فإن شاء الله إن شاء الله إن الجيم الثاني يكون جيم جيد، وقلنا بنغير اليد ونسينا. شفكنا اليد الثانية وبسم الله ودينا على الجيم الثاني. يا رب يا كريم يا رب يا كريم. هذه دبلت الاكس فجأة كذا، والله دبلت الاكس من نفسها والله. يا الله يد ما تمشي ويد دبل اكس. يعني يا خوي يعني يا خوي. ايوه كلهم خشوا. حلوة يا خوي حلوة. كنت بمشي فيها. تكفى روح
ايوه ذول اللي يصدمون ما راح يفوزون باذن الله. عطى لمسه ثانيه تكفى. اوف والله ما توقعت اجيبها. لا ما معي بوست. عطى لا ضاعت. ما عليه يا اخوي كمل. حلوه يا ساتر السرعه. وش ذا خوينا اللي طقه ولا مين؟ اوكي والله قلت مستحيل تجيب ذا السرعه. شلون تكفى يا شيخي. هدف يا رب تكفى. هدف يا الله يا سيف يا ساتر. كيف سيف. لا هذه هدف. والله حظ هذه. والله حظ اقسم بالله حظ. شوف كيف تكفى. هدف لا اله الا الله. حتى الثالث ما يجي. الجيم اللي بعده والله الجيم هذا صعب اقسم بالله انه كان صعب مره. نروح السيارة الأخيرة اللي هي دومينوس. بإذن الله نفوز فيها وبإذن الله احنا نقدر نجيب فيها هدف زي الناس. ودوني على الجيم ودوني. حلوة يا خوي. مش تقعدون؟ تنزل؟ حلوة كلهم خشوا. لا كنت أبغى أعطيها الفليب. الحمد لله. اوكي يا رب يعطيني الجهه الثانيه. تفيك يا اله الا الله. حلوه تعملي بالتفجير ذا. وش وضعهم؟ تعال ابلع يا ساتر. اخ الغبنه اخ الغبنة. والله دفة خوينا كذا. والله خوينا غدر فيني صراحة. ليتك ما رحت. تكفى ليتك ما رحت. الكورة كانت صعبة لي والله صعبة. الحمد لله يا رب. تكفى شوت. نو شوت. والله يا اقسم بالله يا اخي تبليكه مو طبيعي كذا. اي كوره يمديك تطقها. روح تكفى. حلوه دبل. لا خوينا انك والله. والله العظيم تبليك. تكفى خوي. يا ساتر يا خوي تكفى. الخمالخه ما حتى لو ما معك بوست. نشوت يا رب الرجعة يا رب الرجعة يا ساتر. شوفوا قمت كذا احوس ادور بس اي واحد اصدمه. تكفى يمديك يا خوي والله يمديك لو موجود. تكفى لا تضيعها. لا شوتك خفيفة يا خوي والله خفيفة. امشي شوت انت بعد. امشي خوينا. وش قاعد تضرب بوست؟ في مليون بوست غيره. تكفى روح. لا اله الا الله. انا مش بتاعة الكلام ده. تكفى شوت. صدام. راح نلعب مرة ثانية بلوكتين جيم اخير عن قولت كذا يعني حق الطقطقة. والله التركيز يا شباب الحين بداية المقطع انه مو بصفر. اثنين باقي. اثنين يعني اثنين هذه يكمل فيها هذا الجيم. لكن باذن الله قادرين نسوي شيء في ذا الجيم. حلو كنا جالاك بداية الجيم. حلو نحافظ البوست شوي. يا ساتر والله العظيم توقعتها تجي كذا. لا تكفى خوي الا الفيكات. ما معي بوست والله ما معي بوست كثير. عطني خوي.
ما عليه روح. لا تكفى. مشي. ايوه. الحمد لله. ايوه. صادمه. بس. هذا اللي ابغى اخش مع بعض يا اخي من اول يا اخي. نشت. انا ما ادري ايش صار هنا ولا واحد طقها. تكفى روح خلصها بس يا خوي تكفى. حلوة كلوز امشي. عارضة اوه توني بروح اصدم الثاني. خوي جرب قسم بالله. ما بروبلم. يا اسطورة يا خوي والله اسطورة. شو اعطاه اللباس ذا؟ ترك الكورة اوكي. يو نايس شوت يا اسطورة. وش التيكي تاكا؟ يقطم التيكي تاكا يا شيخ. والله لعب برازيلي فرقت ليك. لعب برازيلي. والله لعب برازيلي. يا ساتر. امي شوت. ما ادري ايش كان يسوي بس نايس. والله جت. هوب اعطيته كذا تنقيش من تحت. كيف تنقيش؟ لا تسالني. ايوه جاب ليد. يا ساتر تكفى. لا ما تجي. يعطيكم العافية على المشاهدة. إن شاء الله استمتعتوا. أنا متأكد إنكم استمتعتوا إن شاء الله يعني. أراكم على خير. سلام.